السلام عليكم. اليومين دول في مشاكل كتير بتحصل بين الأزواج، وسواء أنت عارف المعلومة دي ولا لا، للأسف الفترات الأخيرة في انفصال زوجي كتير جدا، نسبة الطلاق زادت جدا. بغض النظر إن المشاكل دي كلها سببها البعد عن الدين، ولكن في صفات بتكون موجودة فيك أنت شخصيا أو في شريك حياتك أنت بتكون مش فاهم الصفات دي، فمش عارف تتعامل مع شريك حياتك بشكل صحيح. وعشان كده انا اليومين دول بجهز لكورس عن الزواج. الكورس ده بتقدر تعرف ازاي ان انت تختار شريك حياتك، ولو انت متزوج فعليا ازاي ان انت تتعامل مع شريك حياتك بطريقة افضل، بحيث انتوا الاتنين تقفوا جنب بعض باستمرار علشان تعرفوا توصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه. وطبعا عشان انا عارف ان في ناس ممكن يكون ما عندهاش القدرة ان هي تاخد كورس، فالنهاردة بإذن الله هكلمك على صفة مهمة جدا تقدر تعرفها من ملامح الوجه. وبرضو إن شاء الله في خلال الشهر ده هيكون في كورس موجود في القاهرة في مركز بريما، نمرة التليفون اهي، تقدر ان انت تكلم المركز وتحجز من خلاله لان العدد محدود. بمجرد ما العدد هيكتمل الكورس ده ان شاء الله هيشتغل على طول، والكورس ده بسعر مخفض جدا على فكرة. طيب يا ترى ايه هي الصفة اللي انا هتكلم عنها النهاردة، وهنقدر نعرف ده من ملمح موجود في الوجه؟ عايزك كده تصور وشك بالجنب وتقول لي او تكتب لي في التعليقات الجبهة بتاعتك عمودية بالمنظر ده ولا مايلة بالمنظر ده. وهقول لك دلوقتي لو انت جبهتك بالشكل ده فانت ايه الصفات اللي موجودة عندك، ولو جبهتك بالمنظر ده فانت ايه الصفات اللي موجودة عندك. ولو انت جبهتك بمنظر من الاتنين دول وشريك حياتك الجبهة بتاعته العكس، فوارد جدا تكون في مشاكل بتحصل بينكم، وانا هقول لك على الحل دلوقتي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنساش تعمل لايك، ومنساش انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان توصل لك فيديوهاتي اول باول، وما تنساش تصلي على النبي. ويلا بينا. لو بدأنا بالجبهة اللي هي مايلة، لو انت الجبهة بتاعتك مايلة بالمنظر ده فانت شخص سريع التفكير، دايما بتكون استنتاجاتك سريعة، لما حد بيسألك سؤال بتجاوب بسرعة. طيب والجبهة دي، الجبهة دي الشخص ده بيكون بطيء التفكير. وقبل ما تستنتج اي حاجة اسمع الاول الفرق بين الاتنين، لان الصفات هتلاقيها كتير موجودة في الملمحين دولة، والاشخاص دي او دي هما الاتنين عندهم مميزات وعيوب. بس خلينا كده الاول احكي لك على قصة حصلت مع طفل كان موجود في المدرسة. الطفل ده كانت الجبهة بتاعته عمودية، يعني سريع في التفكير ولا بطيء؟ بطيء في التفكير. المدرسة بتاعته بتاعت العربي كانت الجبهة بتاعتها مايلة، فبالتالي كانت لما بتيجي تسأله سؤال وتلاقيه بيتأخر في الإجابة، هنا كانت بتتريق عليه، لأن من وجهة نظرها إن هو شخص غبي لأنه بطيء في التفكير. وفي الحالة دي كانت دايما بتتريق عليه قدام الفصل كله. الشخص ده كان شاطر في مادة العربي؟ أكيد لا. هي كانت مدرسة الدين. في مصر دايما مدرس الدين بيكون في الغالب هو مدرس العربي، وفي معظم الأحيان بيكون هو مدرس التاريخ والجغرافيا برضو. المهم ان مدرس التاريخ ومدرس الجغرافيا هما الاتنين كانت الجبهة بتاعتهم مايلة، فبرضو لما كانوا بيتعاملوا مع الشخص ده كانوا متخيلين ان هو برضو شخص غبي، وكانوا برضو بيتريقوا عليه قدام زملائه في المدرسة. علشان كده الطفل اللي احنا بنتكلم عليه ده كان بيكره مادة العربي، حتى مادة الدين ممكن يكون ما كانش بيكرهها، بس على الاقل كان مبتعد عن الصلاة. وطبعا التاريخ والجغرافيا ما كانش مهتم بيهم، لانه كان بيكره المواد دي، لان المواد دي هي السبب في ان الفصل كله بيتريق عليه. فبالتالي الشخص ده ممكن يكون مش وطني بسبب كره لمادة التاريخ اللي هي بتتكلم عن تاريخ بلده، او مادة الجغرافيا. يعني من الاخر كده الشخص ده ممكن يتحول لشخص غير مثقف بسبب معاملة المدرسين ليه. طب ما هو انت يا استاذ هادي بتقول ان هو بطيء في التفكير او شخص غبي. ثانية واحدة بقى هنا، الشخص ذو الجبهة العمودية هو ليه بطيء في التفكير؟ لان الشخص ده من صفاته ان هو بيحب يحلل، والخيال عنده بيكون عالي، فبالتالي لما بيجي يتسأل اي سؤال بيقعد يفكر فيه كويس جدا، ويقعد يحلل الاجابات المنطقية من وجهة نظره، وبعد كده يديك اجابة كاملة متكاملة. نفس الطفل اللي احنا بنتكلم عليه كان مدرس الكيمياء ومدرس الفيزياء ومدرس الانجليزي، كانت الجبهة بتاعتهم عمودية.
الناس دي لما كانوا بيسألوا الطفل ده سؤال والطفل يقعد يفكر، كانوا بيستنوه لغاية ما يخلص تفكير، وبعد ما يخلص كان بيدي إجابة كاملة. المدرسين دول كانوا بيقولوا على الطالب ده إن مخه عامل زي الكمبيوتر، يقعد يفكر ويعمل بروسيسنج، تحليل بيانات، وفجأة يديك الإجابة كاملة. علشان كده الطفل ده كان شاطر جدا في مادة الكيمياء، وشاطر جدا في الفيزياء، وشاطر جدا في الإنجليزي. الطفل ده تحديدا أنا شفت درجاته بنفسي. القصة دي اللي أنا بحكيها لكم دي من زمان، ولكن كانت المجاميع بتاعته في المواد بالحرف العربي جايب درجة النجاح، التاريخ والجغرافيا نفس الحكاية، إنما مادة الإنجليزي كان جايب فيها 39 من 40، مادة الفيزياء والكيمياء واحدة 39 والتانية 38.5. أنت متخيل إن مدرس بيتعامل مع طفل مش فاهم هو بيفكر إزاي خلاه يبقى كسلان في مواد، ونفس الطفل ده كان شاطر جدا في مواد تانية؟ يعني الشخص ده في ثانوية عامة، لو ثانوية عامة مقتصرة على المواد بتاعت المدرسين اللي هم فاهمين الطفل ده بيفكر إزاي، الشخص ده كان بسهولة يقدر يدخل هندسة أو طب. ولو ثانوية عامة مقتصرة على المدرسين اللي هما ما كانوش فاهمين الولد ده بيفكر إزاي، الولد ده كان ممكن ما يقدرش يجيب مجموع كلية أصلاً ويدخل معهد أو دبلوم مثلاً، يعني مش هياخد مؤهل عالي. أنت شايف فهمك للصفات ممكن يعمل إيه؟ طبعاً أنت هتقول لي الطفل ده في النهاية هو مش بإيده شيء، وربنا هو اللي بينجحنا، وهو ده كلام صحيح فعلاً. وفعلا الطفل اللي انا بكلمكم عليه ده بقى شخص ناجح جدا، بس انا بكلمك في فكرة ان انت تفهم الشخص اللي انت بتتعامل معاه، فبالتالي تعرف تتعامل معاه بالشكل الصح، وتعرف تديله حقه مظبوط. اكتب لي في التعليقات هل حصل معاك موقف زي ده في المدرسة ولا لا؟ طيب نسيبنا من المدرسة وخلينا ندخل بقى على شريك الحياة. لو انت شخص جبهتك مايلة، يعني استنتاجاتك سريعة، يعني بتفكر بسرعة، لو زوجتك جبهتها عمودية وانت بتسألها سؤال معين انت عايز الإجابة بسرعة بسبب ان دي طريقة تفكيرك، لو هي تأخرت عليك في الإجابة انت هتعتقد ايه بالظبط؟ هتعتقد ان هي غبية، في حين ان هي بتحلل السؤال بتاعك وبتفكر فيه كويس وبتستخدم الخيال علشان تعرف تديك إجابة صحيحة ممكن تكون أفضل من الإجابة بتاعتك. في الحالة دي أنت هتبقى شايفها غبية، هتبقى شايفها إن هي ما بتفهمش. لو أنت شخص عصبي أو مندفع أو متهور هتتهمها بالغباء، وهتتكلم معاها بطريقة هتخليها تحس إن أنت مش بتقدرها أصلا، وفي الحالة دي هي ممكن تكرهك بسبب الصفة البسيطة. طيب لو العكس، تخيل إن أنت اللي جبهتك عمودية، يعني انت بتفكر كويس في الحاجة وبتقعد تحلل وبتقعد تمنطق في الامور قبل ما تجاوب، وزوجتك جبهتها مايلة وانت بتستشيرها في موضوع، وبمجرد ما سألتها السؤال راح تجاوبت بسرعة، انت هنا هتبقى شايفها عاملة ازاي بالظبط؟ هتبقى شايفها متهورة ومتسرعة ومندفعة، وهيبقى من وجهة نظرك برضو ان ده نوع من انواع الغباء. شايف القصة بسيطة ازاي؟ فمهم جدا يا صديقي العزيز ويا اختي العزيزة، بغض النظر انت دارس علم فراسة وفاهم الصفات بتاعت الشخص اللي انت بتتعامل معاه ولا لا، حاول تريس في الحكم على الناس اللي انت بتتعامل معاها. طيب هو في صفات تاني في الجبهة المايلة او المنحدرة؟ في صفات تاني، زي مثلا ان الجبهة المايلة النوع ده من الناس قادر على اتخاذ قرارات فورية، فبالتالي سواء انت او زوجتك العكس وفي شخص منكم الجبهة بتاعته مايلة، فالمفروض ان انت تستشير الشخص ده لو انت محتاج قرار فوري. برضو اصحاب الجبهة المايلة الناس دي بتكون تنفيذية. يعني ايه تنفيذية؟ يعني يحب يشتغل بايده في معظم الحالات. فانت لو زوجك مثلا جبهته مايلة، فزوجك من النوع التنفيذي، يعني فرضا ان في مشكلة حصلت عندك في البيت، المية ضربت ولا ماسورة اتخرمت ولا اي حاجة حصلت في البيت، كهربا مثلا ولا حاجة كده، هتلاقي ان زوجك ذو الجبهة المايلة هيحب ان هو بنفسه يجيب المفكات والحاجات دي ويبتدي ان هو يصلح الحاجة دي بنفسه. طيب لو انت زوجك الجبهة بتاعته عمودية، في الحالة دي زوجك هيبقى من وجهة نظره ان احنا نجيب كهربائي او نجيب سباك هو اللي يحل المشكلة دي،
لو انت عندك صفة المقارنة للأسف، وحد من جيرانك شخص تنفيذي زوج، هتلاقي نفسك لا إرادي بتقارني بين زوجك وبين الشخص ده، وهيبقى عندك اعتقاد إن زوج جارتك أو زوج صاحبتك عنده قدرات أعلى من زوجك، في حين إن زوجك عنده القدرة على الإبداع والتفكير وتحليل الأمور. علشان كده النوعية دي من الناس تنفع في العمل الإبداعي أكتر من العمل التنفيذي. طيب في صفات تانية في الجبهة العمودية؟ أيوة، الجبهة العمودية من ضمن صفاته إن هو عنده القدرة على التخطيط وعنده القدرة على التنظيم، لأنه بيفكر في الأمور كتير بسبب إنه بيحللها وبيمنطقها وبيقعد يتخيل الحل ده لو عملته إيه النتيجة اللي هتحصل؟ طب لو عملت الحل التاني إيه النتيجة اللي هتحصل؟ ويبتدي يعمل تفاضل بين الحلول كلها لغاية ما يوصل لقرار سليم، بس طبعا ده بياخد وقت. شايف ملمح بسيط ممكن يتسبب في مشكلة ازاي لو انت مش فاهم الشخص ده بيفكر ازاي؟ رب اكون قدرت اوضح صفة مهمة جدا ممكن تكون سبب في مشاكل كتير جدا، بس اعتقد بعد الفيديو ده المشكلة دي ان شاء الله مش هتبقى مشكلة. واخر حاجة عايز اقولها، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم معانا في اختيار شريك الحياة او الزوجة تحديدا، كان اهم حاجة بيقولها اظفر بذات الدين تربت يداك، لان الشخص اللي عارف دينه بشكل صحيح بيكون شخص صبور، وبسبب الصبر انت هتفهم اللي قدامك بيفكر ازاي، مش هتاخد قرارات ممكن تكون خاطئة بسبب مثلا التسرع او الاندفاع او العصبية وهكذا. مشتاق جدا ان انا اشوفكم ان شاء الله في الكورس اللي هيتعمل في القاهرة. وفي اخر الفيديو نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ولو انت عندك مشكلة في النجاح وحاسس ان الناس بتكرهك او بتحقد عليك، اتفرج على الفيديو ده هيعجبك قوي، والفيديو ده خوارزميات اليوتيوب هي اللي مقترحاه عليك، فاعتقد انه ممكن يكون فيديو مهم بالنسبة لك. سلام عليكم.